أكدت إحدى دراسات المركز العربي أن كل 20 مواطن عربي يقرؤون كتاباً واحداً في السنة، أما المواطن الأمريكي فيقرأ 11 كتاباً، أي 220 ضعفاً عما يقرأه المواطن العربي. مستوى قراءة الطفل العربي لا يزيد عن 6 دقائق في السنة بمعدل 6 صفحات. متوسط القراءة لكل مواطن عربي أقل من 10 دقائق سنوياً مقابل 12 ألف دقيقة للمواطن الأوروبي. يقول الدكتور فهد المطيري: لا تحتاج لأن تذهب إلى زنزانة لكي تدرك أهمية القراءة. في القرآن الكريم لم يخاطب الله إلا قوماً يعقلون، فكيف نعقل ونحن لا نقرأ؟ أليس أول أمر أنزل من السماء اقرأ؟ اقرأ القرآن، اقرأ الثقافات والحضارات، اقرأ الكتب، كل ما في هذا الكون العظيم يقرأ، حتى أن الحب يقرأ والجمال يقرأ. تثقف. أليس اقرأ أمر إلهي كأمر أقيم الصلاة؟ أليس اقرأ أمر إلهي مثل فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ القراءة ليست للترفيه، القراءة واجب عليك كونك إنسان. وحدها الدواب لا تقرأ. حاولوا فعل ذلك بجد، حتى لو لم تعتادوا على ذلك، إنما يبدو مستحيلاً في البدايات ليس مستحيلاً فيما بعد.